اهلا بيكو. احنا دلوقتي في الفيديو الثاني من المحاضرة بتاعت مصادر التعليم والتعلم. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن هي ايه المصادر بشكل عام، هي كمجموعة من الحاجات يعني، وابتدينا وعرفنا ان هي كلها مهمة. في المحاضرة النهاردة ان شاء الله او في الفيديو ده هنبتدي نتكلم على ايه هي مصادر الكتب وازاي ناخد منها المعلومات. طبعا مش محتاج اعرفكم هي الكتب، لكن الكتب الحقيقة بتعتبر اهم حاجة بتميزها عن غيرها من المصادر اللي احنا بنتعامل معاها، ان هي المادة العلمية اللي فيها بتتقدم بطريقة مترتبة متوصلة ببعضها. عادة التفاصيل بتبقى موجودة، وده يمكن من الحاجات اللي بتميز الكتب. الحاجات بتبقى يعني expression self-contained، المادة العلمية اللي في الكتاب لما باجي اقراه عادة بلاقي كل اللي انا عاوز اعرفه لو انا عندي ال prerequisites المطلوبة، وانسى قريت الكتاب تلاقي تقريبا في كل حاجة تعملها عايز تعرفها. قليل لما بتعوز تحتاج ترجع مثلا لمراجع او كتب تانية، لكن طبعا اللي عايز يتوسع دايما بيدور على كتب ومصادر تانية. كتير من الناس الحقيقة شاطرين قوي في حكاية القراية، يمسك الكتاب يجيبه من جلدة للجلدة، يعرف يفصصه، يعرف يتعلم منه كويس، يعرف ازاي يقرأ ويعيد القراية بحيث ان هو يطلع اكتر ما يمكن من معلومات من الكتاب اللي في ايده. لكن للأسف طبعا في ناس كتير ممكن في اثناء القراية يتوه، وده شيء مش نادر يعني. برضو الكتاب لو انت بتقرأ الكتاب وما عندكش المقدمات الكافية للكتاب ممكن ما تعرفش تتابع المادة العلمية. كتير من الكتب لو ما قريتوش من الاول، بالذات بقى الكتب في مجال الهندسي مثلا، لو ما قريتش الكتاب من الاول وعرفت الاختصارات والمعادلات بتتكتب ازاي، بيبقى صعب ان انت تجيب حتة من النص وتبتدي تشتغل منها. فده برضو ممكن يكون من المعوقات، الا ان ده ما ينفيش بالتأكيد ان مش ما ينفيش بالمرة ان الكتاب هو اهم المصادر العلمية اللي بنلجأ لها لما بنحتاج نجمع مادة علمية. وطبعا هنا برضو الكتاب فيه ميزة تانية، وهي ميزة انه اقدر اثق في اللي مكتوب في الكتاب بدرجة عالية. عادة الكتب في مصدرين للثقة منها، اولا المؤلف. المؤلف بيبقى له نشاط علمي، بيبقى له كتب تانية اتنشرت، بيبقى له اسمه في مجال الجامعة والبحث العلمي وغيره، ده بيديله قوة. وكتير من الكتب الحقيقة ممكن ما تكونش سمعت كتير عن المؤلف بتاعها، لكن تعرف ان الناشر ده بينشر حاجات موثوق بيها. طبعا كل في مجال دراسته، لكن مثلا الناس اللي بتتعامل مع بيرسون وماجرو هيل وايلي سي ار سي، دي كلها ناشرين لكتب علمية، والناشر نفسه قوي. دايما قبل ما بينشر بيبقى فيه مراجعة للمادة العلمية اللي في الكتاب بغض النظر عن مين اللي كاتب الكتاب، فكل ده بيخليك وانت بتاخد المادة العلمية من الكتاب تثق فيها بدرجة عالية. خليني هنا انبهك من حاجة، كتير قوي في الكتب، وده موجود في كتب كتير يعني مش ممكن ما تلاقيهوش، ان يبقى فيه اخطاء. خلاص، اخطاء في معادلة، اخطاء في كلمة اتطبعت غلط وهي فادت معنى مختلف. اوكي، ده حاجة مش مستحيلة، وان كانت عادة بتبقى نادرة مع الناشرين بالذات اللي هم بيعملوا عملية مراجعة دقيقة. برضو الكتب بتديك كمية محترمة من المراجع، بتقول لك المراجع بتاعتنا كذا، من المراجع بقى تقدر تجيب ما
مراجع تانية، أو تقدر تجيب معلومات أكتر، تقدر تدبل تشيك المعلومة لو إن أنت مش واثق من المعلومة المكتوبة أو عايز تستوثق منها أكتر، أو تحاول تدور على يعني إيه معلومة أكبر وأعمق من خلال المراجع دي. فكل طبعا عادة بتديك عدد مش قليل من المراجع. طبعا في كتب كتير بتبقى في مكتبتك ممكن بتستخدمها كفاكت فايندينج سورس، ان انت عايز تدور على معلومة محددة زي ما بتفتح الديكشنري. ما اعتقدش ان في كتير مننا فكر انه يقرا الديكشنري من جلده لجلده، لكن الديكشنري موجود عندك في المكتبه بتاعتك بحيث انت لما بتعوز كلمه بتدور عليها. طبعا ربنا خلينا جوجل دلوقتي اصبحنا ما بنحتاجش حتى الديكشنري كتير، لكن في كتب تانية بقى بتبقى مرجع بتروح تدور فيه على الفاكتس، دور فيه على معلومة محددة مش بتقراه. يوجوالي دي كنا بنسميها هاند بوكس مثلا، أو الكتب الشبه موسوعية بيقدم لك انسايكلوبيديا عن موضوع معين، مش الانسايكلوبيديا العامة. الانسايكلوبيديا العامة جنرال تقدر تاخد منها معلومات سطحية زيها زي ويكيبيديا. على فكرة أنا من الناس اللي شايف إن ويكيبيديا من المصادر الموثوق فيها، وإن كان ده موضوع ممكن نتجنب المناقشة فيه دلوقتي. بعد ما اتكلمنا عن الكتب أرجو إن نكون وضحنا أهميتها ووضحنا إزاي بنشتغل بيها ومعلوماتها مهمة إزاي. المفروض إن شاء الله في الفيديو الجاي نبتدي نتكلم عن المقالات العلمية أو المقالات بشكل عام، سواء المنشورة في مجلات علمية أو مجلات غير علمية. أرجو أن أنا أشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.